ومحاولة بكرة عالية داخل منطقة الجزاء، لكن عبد الله المعيوف بقى يطلع الكرة إلى ركنية للاعب المنثرتي سابقا والأفريقي سابقا، يلعب الكرة ولكن يطلعها بشكل ممتاز الحارس عبد الله المعيوف إلى ركنية لمصلحة نادي ضمك. ضربة ركنية، اللعيبة مركزين، لعيبة ضمك. من أمامه هتان البراطلي يلعب الكرة عالية، محاولة عبد الفاضل يا ولد، يا سلام ملعوبة. لا وضمك يفاجئ الأهلي في الكرة اللي فاتت، وآدي المحاولة هي اللقطة باينة قدام حضراتكم، اللقطة باينة قدام حضراتكم. وعلى لعب عند عبد الشافي عايز يعدي ويلعب بالأرض، لعب بالأرض فيها خطورة، آدي الكرة من فدفة، ولكن هل الأهلي سهلة عند الحارس موسى الزولا. وهي الكرة، وهنا التسديدة من فدفة لكن التصدي كان، وادي المحاولة بعرضية فيها محاولة من تاني، ولكن هنا على طول استخلاص وتسديدة تثبت، محاولة من عبد الفاضل يا راجل، حلوة الفرصة تعلى عن مرمى المعيوف وإلى ضربة مرمى لصالح الأهلي، حلوة من عبد الفاضل، بيعدل على يمينه يهيئ الكرة من تاني مرة وعدى علي علياني يسدد، ضربة مرمى لصالح الأهلي ومحاولة لكنها إلى خارج أرضية الملعب وإلى ضربة مرمى. محاولة هي وسط الملعب، بخشوين يلعب عند ماركينيو، ماركينيو كعب رجله حلو عند بصاص أمامية، إسلام يسجل، إسلام يسجل، الأهلي يوصل لمرمى ضمك، إسلام الأهلي في الدقيقة 38 يوصل، كعب رجله وهادي مصطفى، يا سلام عد إسلام اللي استلم وقف وسدد، كعب حلو من ماركينيو وتمريرة أصلع من بصاص، ولكن موسى، موسى وماركينيو، ماركينيو موسى وماركينيو مش ما فاتت، يعني مهارة وتحكم بالكورة، فهد حمد يعني من كتر ما فات رقص المدافعين هو التاني ارتبك، وركلة الجزاء اللي ضيعها ماركينيو. ممكن صدها عبد الله المعيوف، محاولة من تاني من الشمال يلعب بالعرض، محاولة عبد الفاضل التعرر، وعبد الفاضل اللي بيخلي جمهور ضمك كله فرحان، والتعادل، التعادل عبد الفاضل وموسى، موسى ومعتز، معتز يسجل الثاني، معتز عشان تبقى النتيجة 2-1 بهدوء، بهدوء مع معتز اللي بيسجل الثاني لصالح معتز توساوي، هدف تاني لعلي علياني لهتان البلطلي اللي بيعليها داخل منطقه الجزاء، ولكن عبد الله المعيوف يحتم البجاوي مع الكره باليسار يلعب بالعرض جوه منطقه الجزاء، وراسيه محاوله من تاني من معلم، لكن هنا الاستلامه وهنا التسديده من عبد المجيد، محاوله وليد بخشوين، عبد المجيد يسدد ولكن ركنيه، تتلعب الركنيه عاليه داخل منطقه الجزاء ويطلع عبد الله المعيوف فيها خطوره، ولكن معتزها وساوي، لا زالت الكرة فيها تسديدة، ولكن عبد الله المعيوف اللقطة اللي فاتت. هي التحية اليمنى موجودة، صالح العمري بيبحث عن الثالث، صالح العمري بيعدي صالح العمري والكرة مرت. وانفرد وعدى من حارس المرمى، لكنها طولت من أمامه وطلعت إلى خارج أرضية الملعب وإلى ضربة مرمى.